السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم، الدنيا فانية والآخرة باقية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شيخ خليفة اليافي الله يرحمه كان يقول الدنيا nothing، الدنيا nothing والآخرة everything، فكيف تتمسك على nothing وتترك everything؟ بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وشيخ يونس من تونس يقول أنا أحب الشباب لأن يأكل كباب ويخرجون مع الأحباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة والإخلاص وحسن الخاتمة. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول نصيحة لنفسي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكاملها، إذا نريد محبة الله سبحانه وتعالى، إذا نريد ننال محبة الله سبحانه وتعالى مثل ما نالوا الصحابة رضي الله عنهم، علينا أن نترك جميع المعاصي حتى ننال محبة الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، فجاءت شهادة من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة والإخلاص والصحة والشفاء وحسن الخاتمة. يا الله للناس جميعا، رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحسنتم.